مباراة بالنسبة لنا نهائي وصعبة جدا مع فرقة محترمة عملت مفاجأة كبيرة ان وصلت لنهائي الكونفدرالية. الحافز عندها كان قوي واحنا الحافز عندنا برضو قوي جدا. اثناء المباراة يعني لعب بتكتيك معين مستر جروس على اساس ان هو يقدر يحرز هدف، انما غياب التركيز في انهاء الهجمة بالنسبة لنا كان مشكلة كبيرة. الكور الثابتة بالنسبة لنهضة بركان كانت برضو مشكلة علينا كبيرة. اخر خمس دقائق طبعا في الوقت الضايع الجيم بالنسبة لنا فتح، وده خطا تكتيكي حصل من عندنا احنا ان احنا فتحنا الجيم، كان فاضل دقيقتين كره هجمه مرتده. لكن بقول ان المباراه في مصر هتبقى صعبه جدا في وجود جمهور 70-80 ألف، اعتقد هيبقى حافز كبير بالنسبه للاعيبه ان هي تقاتل داخل الملعب، وان شاء الله نفوز بهذه الكاس الغاليه باذن الله. ان شاء الله نحن بقدره ربي مش نلعب في بلادنا وقدام جمهورنا ان شاء الله، وظهر لي كل مباراه نحن نلعبوها في ميداننا نجيبوا اجوال. قدرة ربي إن شاء الله المقابلة دي في مصر تتعدى أول حاجة في روح رياضية، وإن شاء الله معناتها نتداركوا، وقدرة ربي إن شاء الله اللقب من نصيب إن شاء الله.